الأديبة زينب عز الدين الخير تخرجت من كلية الهندسة المدنية بجامعة تشرين بتفوق، وباشرت بعدها العمل في بلدية اللاذقية. انشغلت قليلاً بعد الدراسة الجامعية بشأن الشخصي بين الارتباط والزواج وبناء الأسرة، وفي كل الأوقات كانت تقرأ وتكتب من غير توقف. كتبت في الصحافة السورية مدة 15 سنة، فكتبت الزاوية الأسبوعية والقراءة النقدية والمقالة الخدمية. كان لها مع تأسيس إذاعة أمواج تجربة إذاعية مميزة، إذ قدمت ولمدة عامين برنامجاً أسبوعياً بعنوان قرأت لكم. كانت في كل حلقة تلخص كتاباً أو تتناول شخصية عامة أو حالة عامة وتقدمها للقراء، وساعدها في ذلك صوتها ولغتها. سجلت للإذاعة 94 حلقة ولخصت 94 كتاب، وفي هذه الأثناء عادت للكتابة الصحفية. نشرت مجموعة قصصية بعنوان أغدا ألقاك، وكتبت مجموعة مقالات مختارة بعنوان من خبايا الذاكرة. كتبت أيضاً مجموعة قصصية بعنوان أبناء السبيل، ونشرت بعدها روايتها الأولى بيت الأمطار الستين. في العام 2021 أصدرت روايتها الضخمة العزيزة، والتي هي ببساطة ليست ثلاثية في كتاب واحد، إنما رباعية، لأنها شعرت بابتعاد القراء عن رواية الأجزاء، فجمعت أجزاء روايتها في كتاب واحد وقدمتها مرة واحدة للقارئ. خلال هذه الفترات مارست العمل الهندسي في مكتبها. تعمل بالشأن الهندسي من خلال نقابة المهندسين، وتترأس لجنة الإعلام والنشر فيها، وشاركت في إصدار مجلة هندسية باسم لاوديسا. أقامت حفلات توقيع لكتبها راح ريعها جميعاً لجرح الجيش العربي السوري. أقامت حفلات غداء خيري وورشات عمل تطوعي لصالح أسر الشهداء والجرحى. أيضاً كان من أهم ما أنجزته في السنوات الماضية هو جمع ديوان والدها الشاعر عز الدين الخير رحمه الله، وهي اليوم تكاد تنهي رواية تتحدث عن سيرة عامين من الجهد في تجميع هذا الديوان، ترافقها سيرة الحرب في عامي 2017 و2018. روايتها الجديدة قيد الإصدار بعنوان رحلتي مع ديوان أبي، وهي والدة لأربعة أبناء وجدة لثلاثة أحفاد. نشأت في بيت شاعر، لا أحد يعرف ماذا يعني أن ينشأ الإنسان في بيت شاعر إلا أبناء الشعراء والفنانين. عندها تكون طاقات العقل مفتوحة بالاتجاهات الأربع، ولتعبر رياح الفكر كيفما تشاء، ولتعصف الأمزجة كيفما تشاء، ويكون الولاء أولاً للعقل وثانياً للعقل وثالثاً للعقل. هذا هو البيت الذي نشأت فيه. كان في بيتنا مكتبة ضخمة بحكم اهتمام الوالد والأخوة الكبار، وكان الكتاب رفيقنا منذ الطفولة. أنا لا أعي نفسي حقيقة على علاقة دقيقة أو على تاريخ محدد لعلاقتي بالكتاب. لقد وعيت على علاقة طيبة بالكتاب منذ وعيت على العلاقات كيف تتشكل، وكان الكتاب رفيقنا دائما كيفما تحركنا. قضينا طفولتنا بين الريف والمدينة، عاش أهلي في مدينة جبلة بحكم العمل وتعليم الأولاد، وكنا ننتقل صيفا إلى بيتنا الريفي المنعزل الهادئ المنفتح على سهول جبلة، من قرية بنجار ومزرعة أهلي حتى البحر. وهنا كان الجو أكثر من مثالي، فلأقول بالضبط أكثر من مثالي لشطحات الفكر والخيال والروح الشاعرية، بحيث
دمغتنا جميعا بهذه الدمغة، خاتم في كل واحد من أولاد عز الدين الخير، رسمت على قلبه رسوم وزخارف شعرية، وخاتم الشعر وضع كبصمة نهائية على هذه الشخصية التي تنتسب لهذه العائلة. وهكذا كانت علاقتنا بالأدب جميعا قوية، وكان قدر يحلم الطفل، يحلم ابن الشاعر بأن يكون شاعرا. نحن تعلمنا ودرسنا الهندسة والطب واختصاصات كثيرة، ولكن ظلت الرغبة في أن نحمل القلم قائمة في نفوسنا جميعا، وبعضنا أعطى هذه الرغبة حقها في التمدد الطبيعي، وبعضنا الآخر انشغل بنجاحه المهني. زينب الخير تفوقت على كل الألقاب، فكيف إذا أردنا الحديث عن زينب الأم الرائعة، أو زينب المهندسة المبدعة، أو زينب الكاتبة والأديبة الرقيقة والشفافة؟ الحقيقة جمعتني كثير من المحطات مع زينب الخير، وكلها كانت محطات جميلة شهدت على الكثير من الشخصية الرائعة التي تجذبك وأنت تتحدث إليها أو تستمع إلى قراءاتها. زينب الأديبة، اجتمعنا بكذا محطة من حفل توقيع لقصص وروايات عديدة كان آخرها العزيزة. ما تتسم به زينب في أدبها أنها ابنة البيئة الحقيقي، تنقلك بكل واقعي وبكل جرأة، تنقل هذا الواقع وتضاهي الحقيقة من حيث الروايات التي قرأتها للأستاذة زينب، الكتاب العالميين كباولو كويلو أو نيكولاس كازانتساكيس، وأرى أنه من حقه أن تلتحق بهذه العالمية، وأرى أنه من حقنا نحن كقراء أو كجمهور لزينب أن نطالبها بهذه العالمية عبر ترجمة أعمالها. أيضا هناك البعد الإنساني لزينب الأديبة، فأغلب الريع الذي كان لحفل توقيع الكتاب كان يذهب لذوي الشهداء والجرحى. عرفت الزميلة المهندسة زينب من خلال عملنا المشترك في نقابة المهندسين، وعرفتها أكثر من خلال إطلالتها الأدبية المميزة، ومن خلال أعمالها التي تابعتها عملا عملا، ابتداء من مجموعة القصصية أغدا ألقاك، مرورا ببيت الأمتار الستين، ثم وصولا إلى روايتها المميزة العزيزة التي شاركتها في توقيع هذا الكتاب في نقابة المهندسين منذ فترة قريبة. وقد أسعدني كثيرا هذا الحشد الكبير من الزملاء والأصدقاء الذين شاركوا في هذا المهرجان الذي أعتبره مهرجانا أدبيا مميزا لم تشهده نقابة المهندسين. وأعتقد أن هذا العمل أو هذا المهرجان لم تشهده الساحة الأدبية في مدينة اللاذقية في هذه الفترة، وكنت سعيدا جدا بأن يكون لي شرف الحصول على هذه النسخة، وقرأتها واستمتعت بها ووجدت فيها الفائدة الكبيرة. وهذا ليس غريبا على بيت عريق معروف بالأدب ومعروف بالعلم ومعروف بالعراقة. إن الأدب الذي لا يضيف هو أدب لا يستحق أن نقول عنه بأنه أدب حقيقي. الأديبة الكاتبة زينب الخير أوغلت في البحث والعمق في
جذور هذه الجبال والساحل الذي ترعرعت فيه وانتمت إليه. لقد أوغلت في عمق مشكلاته وأوغلت في عمق قضاياه، وتحولت بذلك من قراءتها للمحلي إلى الأكثر إلى الوطنية، وكانت بذلك كاتبة محلية وإنسانية. فكما قال الأديب العالمي حمزة توف: الأدب الأكثر محلية هو الأكثر عالمية. كي تكون كاتبا ذو شأن لابد أن تكون أكثر محلية، تتعامل مع قضاياك ومشاكلك الخاصة وبيئتك التي ترعرعت فيها، وتكتب عنها بالعمق، وتضيف ما تبدعه قريحتك وعبقريتك إلى هذا الواقع. قد تعرفت على بدر شاكر السياب وأنا طالب تلميذة في الثانوية العامة، وكنت متفوقة جدا، وهذا لم يمنعني من أن يكون ديوان بدر شاكر السياب على طاولة قراءتي. وكلما كتبت خاطرة أو فكرة وأنا أقلده ببساطة ولا أعرف أنني أقلده، أعود لأقول هذا شعر وما أكتبه شعر، وهكذا تراجعت عن محاولات الشعر الفصيح، لجأت بعدها إلى الشعر العامي. فقد كنت مفتونة بالموسيقى وبالكلمة الجميلة، وتعلمنا أن نثمن الكلمة الجميلة أينما كانت، حتى بالشعر العامي المحكي أو بالأغاني. وكان الرحابنة مدرسة استثنائية في تلك المرحلة، ومع ذلك وجدت أن ما أكتبه عندما قرأت للرحابنة، لميشيل تراد، لأسعد سبع علي لفلان، لا هذا لا يشبه الشعر. وهكذا خسرني الشعر وربح القراء ذائقتهم. ثم بدأت بكتابة القصص القصيرة وأنا في الجامعة، إنما بشكل عام لم نكن نعلن عن مواهبنا. كان أبي شاعرا قوي الحضور، كانت أختي منات شاعرة قوية الحضور، وأنا ترتيبي متأخر في هذا البيت، أشعر أن لا مكان لي. لكن أعود مرة ثانية لأقول أن الموهبة هي التي فرضت نفسها علي وانتشلتني من خجلي وترددي. أنا درست الهندسة عن رغبة وشغف، كان بإمكاني دراسة أي فرع تسمح به، علاماتي تسمح بأي فرع من الفروع الموجودة في الجامعات السورية، إنما اخترت الهندسة عن محبة وشغف، وجاءتني الهندسة على مزاجي. أعتقد أن الأديب عليه أن يكون مهندسا بنسبة معينة، وعلى المهندس، والمهندس يستطيع أن يكون أديبا دائما بنسبة معينة. ثمة تواشج غير عادي، وكنا نكتب في تلك الفترة فقرات، وكان ثمة حراك ثقافي لسنا بصدد تقييمه الآن، لكنه كان جميلا وكنا مشغولين به حتى الحد الأقصى. أتذكر أنني كنت في السنة الأخيرة أعتقد عندما توفي عاصي الرحباني. كان عاصي الرحباني بالنسبة لنا فلأقل أحد أفراد العائلة، كما هي فيروز. وأنا جالسة أحضر للمادة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة، مسكت ورقة وقلم وكتبت للسيدة فيروز: لا تبكي ولا تبكيني، دموعك حرة حزيني، خايف ما توصل للبحر رياح اللي عم تعصف فيني، كان الموج يهد الكون ويمحي كل المدينة. لا تبكي علي راحوا، الرايح ما عاد بيرجع، يا ما بحزن وأفراحوا، من صوتك كنا نسمع بالخطوة اللي وقعت على الدرب، والصبح الروج يطلع والبحر الواسع وكبير، وسمرة عينيها أوسع. ولا تبكي ولا تبكيني، دموعك حرة حزيني، خايف ما توصل للبحر رياح اللي عم تعصف فيني. لا تبكي في بيروت، بيكفي دموع بيكفيها، عاصي الغالي ما بيموت،
نور مضوي لياليها ودمع بعيونك بيجول ويجرحها من الطول للطول يخلي دموع عيوني سطول وأرض العطشة ترويها ولا تبكي يا فيروز لا تبكي بتبكي الدنيا لا تبكي يا فيروز لا تبكي بتبكي الدنيا. بعد مرحلة الجامعة مثل كل الناس بدنا ننتقل إلى الحياة العملية بكل تفاصيلها. شغلتني العائلة الأسرة الزواج الإنجاب فترة قصيرة من الزمن لكنني لم أتوقف يوما عن القراءة ولا عن كتابة الخواطر ولا عن كتابة الأغنية المحكية. على العكس صار سمة أطفال سمة تجربة جديدة هائلة في الحياة هي تجربة الأمومة وأستطيع أن أكتب كما أشاء لهؤلاء الأطفال أستطيع أن أغني لهم وأنا أهدهدهم أستعيد الأغاني القديمة وأضيف عليها وهكذا شاءت الأشياء إنما لم تكن بالتنظيم الذي أردته. وافتتحت مكتب هندسي وأنا أمارس عملي الهندسي في هذا المكتب منذ ما يقارب 30 عاما وقد عملت بشغف حقيقي وأعتقد أن الهندسة أعطتني غالبا ما أحبه وأعطيتها كل ما أستطيع. أنا في عملي الهندسي هنا وبمنتهى البساطة والصدق سأقول أنني أتدخل بشكل حاسم مع أنني مهندسة إنشائية في التصميم لصالح المساحات والأمكنة ولصالح التوظيف الجيد للأمكنة في البيوت الصغيرة في البيوت الفقيرة. وقد اتخذنا في مكتبنا هذا عهدا على أنفسنا أن كل شقة نصممها كل بناء نحضر له الدراسة والتصميم هو نفسه الشقة التي سأعيش فيها والبناء الذي سأعيش به. أضع نفسي مكان ربة المنزل مكان أصحاب البيت وبهذه الطريقة أكون قد صنت حقوق المواطن في المساحة الجيدة في التوظيف الجيد وكذلك صنت حقه الجمالي في أن يعيش في بيت جميل يحقق له راحة للنظر وما شابه ذلك. وهذا هو سر النجاح المهني الإخلاص والالتزام الأدبي والأخلاقي بخطوط عريضة لا يمكن اللعب بها. وفي هذه الأثناء أنا انتقلت للتجربة الصحفية أيضا كانت من أجمل التجارب في حياتي. استهوتني التجربة الصحفية لأبعد الحدود وكان علي أن أكتب في البداية ما يتعلق بالشأن الهندسي وبناء على نقطة الارتكاز هذه وجدت نفسي أكتب في كل شيء. أكتب عن الشوارع عن الحفر في الطرقات عن مخالفات البناء عن أنظمة البناء عن المدارس المخلعة الشبابيك عن الزفت قمصان الزفت غير مضبوطة عن الأرصفة المكسرة. صارت مقالتي الخدمية على ما أعتقد من أهم المقالات في الصحف السورية وانتقلت بعدها إلى المقالة الإبداعية أو الزاوية الأسبوعية ولكن خدمتني الهندسة في التجربة الصحفية بشكل كبير جدا. بدأت في تجميع قصصي القديمة عدت لها والحقيقة هذه القصص القديمة التي هي تفتقر ربما إلى فنيات معينة لكن كانت دفقة العاطفة فيها كفيلة بتغطية هذا الخلل. فكانت لي مجموعة قصصية بعنوان أغدا ألقاك جاء معها مجموعة مقالات مختارة من المقالات التي كتبتها في الصحف السورية وهي كثيرة جدا بعنوان من خبايا الذاكرة. بعد ذلك جاءت مجموعتي القصصية الثانية وكانت بعنوان أبناء السبيل وهذه المجموعة أحبها كثيرا فهي تتحدث عنا جميعا كل واحد منا بنسبة معينة بزاوية معينة هو ابن سبيل في هذه الحياة كلنا فقراء إلى الله تعالى بصيغة أو بأخرى وتجوز علينا هذه التسمية. بعد ذلك انتقلت إلى الكتابة الروائية. فضاء الرواية
أيضا ناسب مزاجي أكثر من القصة القصيرة. القصة القصيرة فن مخاتل مخادع، هي لقطة معينة على الكاتب أن يلتقطها ويلتقطها بذكاء ويقدمها للقارئ. أما فضاء الرواية ثمة أكوان يستطيع الراوي أن يخلقها، شخصيات يعطيها أقدار، يمنحها حظوظ، يحجب عنها التوفيق أو يعطيها من غامض علم الله توفيقا ونجاحا. العمل الروائي هو عملية خلق للحياة، هو رحلة في الزمن. نحن عندما نكتب الرواية ثمة مسار محدد للزمن، لكن الحياة لا تمشي بهذه التراتبية. هنا دور الراوي في أن يجعل هذه التراتبية وهذا المسار الزمني المحدد غني بالتفاصيل وجامع للتفاصيل وللشخصيات وللمكونات، بحيث نقدم نحن نسخة جاهزة عن الحياة تضج بحد ذاتها بالحياة. فكانت روايتي الأولى بيت الأمطار الستين التي تحدثت فيها عن مدينة جبلة، المدينة الجميلة الوادعة التي عشنا فيها أجمل الأعمار، وأهديتها لأهل جبلة ريفا ومدينة. عسى ألا تضيع من البال أيامهم الحلوة، عساها تعود تلك الأيام، نحن لنا التمني وللزمن أن يشظي أمانينا حيثما يشاء. بعد ذلك جاءت رواية العزيزة. رواية العزيزة أعتبر أنها حدث هذا العام بالنسبة لي على الصعيد الشخصي. هي ليست رواية عادية، هي رواية أجيال تمتد ترصد أحداث ما يحصل في قرية عين الجوزية التي هي كل قرية في ريف الساحل السوري على امتداد 150 عاما مضت. الانكسارات والصعود وعودة الانكسار وعودة الصعود والخيبات والأماني والأحلام، كل هذا حاولت أن أتحدث عنه بمنتهى الصدق وبمنتهى الشفافية. ما هي كانت رسالتي؟ رسالتي كانت أن الوجع قائم ما قامت الحياة، وأننا سنعيش رغم كل أوجاعنا، وسوف يستمر الإرث الجميل لهذه الأرض العزيزة، لهذه المنطقة العزيزة، لهؤلاء الناس الأعزاء. مهما واجه من صعاب ستستمر الأغنية وستستمر الحكاية وستستمر الأمثولة، وستبقى سوريا العزيزة أمنا جميعا. العزيزة رواية ضخمة من حيث الحجم وعدد الكلمات، أعتقد تتجاوز كلماتها 80,000 كلمة، وهي مجزأة إلى أجزاء. كان بودي أن أنشرها كثلاثية، ربما كرباعية أيضا، بما أنني قسمتها إلى 4 مراحل زمنية، لكن الزمن تجاوز مسألة الثلاثيات والرواية الأجزاء، ولن أجد قارئا يتابعني من كتاب إلى آخر. فضممتها جميعا ضمن مغلف واحد وجزأتها بأربعة أبواب عريضة وأربعة أجزاء عريضة. وكانت العزيزة التي تحدثت عن العزلة والفقر والانفتاح والغربة والحب والحرب، وانتهت بلقطات فلأقل أو إضاءات على بعض فصول الوجع التي يعيشها السوريون اليوم. أتمنى أن تجد العزيزة حظا طيبا في الانتشار، لأنني أعتقد أنها تستحق. وقد أقمنا لها منذ أسبوعين حفلة توقيع في نقابة المهندسين، كان حفلا ضخما بكل معنى الكلمة، من حيث الحضور، من حيث الشخصيات التي تحدثت وآراء هذه الشخصيات في العمل، ومن حيث الروح الحلوة. كان حفل للمحبة، حقيقة كان حفلا للمحبة والصداقة من كل بد. أتذكر يوم موته قالت لي أمي: اذهب وخبر جدتك عزيزة أن علي المهاجر قد مات. كانت تلك هي المرة الأولى التي أسمع فيها باسمه،
وجدت العجوز تطبخ على نار الحطب وتمد راحتيها نحو حجارة الإثفية حتى تدفأ قليلا، ثم تفركهما ببعضهما لتشيع الحرارة في يديها كلتيهما. لاقتني بالتهليل والترحيب قائلة: طبخت ملفوف الكرنب فوق الحطب كرمى لك، شممت الرائحة أم دلك قلبك؟ قلت لها: لا، أمي أرسلتني لأخبرك. وأخبرتها، صمتت قليلا ثم قالت: أطفئ النار يا بني، الملفوف قد نضج وتكفيه حرارة الجمر. آخ يا دهر، لماذا يقهر الناس بعضهم بعضا؟ جلست على الأرض وأسندت ظهرها إلى الحائط الحجري، مددت ساقيها ومسحت دمعها بطرف منديلها وراحت تغني: لو كان بيدي يا زماني اشتكي، بشكيك لربي بالسماء عالي، ما تركت لي حرفي عليها اتكي، ضيعتني وضيعت الغوالي، ما بسامحك يا دهر لو دمعك بكي، ربي اللي بيسامح وكلت بحالي. صغيرا كنت ولم أفهم يومها، لكن حالة الحزن التي تلبستها، منظرها وهي تتكئ على جدار البيت، دمعتها التي تحدرت على وجه غضنته التجاعيد، ظلت محفورة بالبال. وتفتق في ذهني السؤال: لما تبكي جدتي شخصا ليس قريبا لنا؟ طلبت مني ألا أخبر أحدا، وقد فعلت، لكنني لم أنس الاسم أبدا. أما عما أرغب في قوله بعد، سمت كثير، لكن هل سيسعفني الوقت؟ لا أعرف. كان من أهم ما أنجزت في عامي 2017-2018 هو أنني جمعت ديوان والدي الشاعر عز الدين الخير رحمه الله. نحن في العائلة لدينا عيب وراثي، كما هي موهبتنا تنتقل عبر الجينات من جيل إلى جيل، هذا العيب الوراثي حريصون عليه نحن بصيغة أو بأخرى. نحن نخجل من الأضواء، نحن نخجل من الإعلان، البحث عن الشهرة، مع أنها حق مشروع وواجب الكاتب أو الشاعر على نفسه أن يفتش قليلا عن الأضواء. لكننا ورثنا من أبينا زهدنا بالمكاسب. أبي كتب شعرا وتفرغ للشعر طوال عمره، ومع ذلك سمة أنفة جبلية عتيقة هي التي ربما عطلت، لم يجد نفسه قادرا على أن يطرق أبوابا، وجد نفسه في غنى عن أن يطرقها، حتى إن كانت لن يذهب الكلام باتجاه أبواب سلطة، أبواب منفعة، أبواب إطلاقا، حتى الأبواب الثقافية لقد كان تقديره لذاته الشاعرة عاليا جدا، بحيث أنه انشغل بذاته عن أن يصدر ديوانه. وأنا جمعت هذا الديوان من أوراق مسودة، إن أردت توخي الدقة، وبأخذ مني جهدا كبيرا. وتعرفت على أبي الشاعر بهذه الرحلة، وكنت أجمع وأسهر وأجلس أمام كمبيوتري عشرات الساعات يوميا كي أدقق وأنقح، وعلى هامش هذا أكتب كلمتين أتذكر خاطرة أتذكرها، وهكذا جاءت. أنهيت الديوان وأنهيت في نفس الوقت مخطوطة روايتي، رحلتي مع ديوان أبي، والتي أعتقد أنها ستكون من أجمل الأشياء التي سأكتبها. ورافقت بينها بين رحلتي مع ديوان أبي في جمع قصائده، وبين الوجع السوري الذي حكمني كما حكمنا جميعا منذ بداية هذه الحرب الظالمة على سوريا. أعتقد أن تجربتي مع الأدب هي تجربة خاصة، لا أستطيع أن أحكم من خلالها على تجارب غيري من الكتاب أو الأدباء، ربما بحكم العمر، ربما أنا تأخرت قليلا في النشر، لكن هكذا شاءت الحياة لي. أنجح مهنيا وأنجح في بيتي وأربي أولاد، وبالمناسبة أنا أعتز بأنني أم لأربعة أولاد وجدة لثلاثة أحفاد، فهذا كله يأخذ من التفاصيل الكميات الهائلة، وأنتم تعرفون
يعرفون أن الأدب والفن عموما لا يقبل شراكة. فالمرأة عندما تمسك قلما وتحاول أن تكتب فهي تقوم ببطولة حقيقية، لأن كل التفاصيل الأخرى في حياة عائلتها هي معنية بها وكفيلة أن تستغرق كل وقتها، فمن أين ستأتي بوقت آخر للقراءة والكتابة والمتابعة؟ ففي مثل عمري يكون الكاتب قد وصل لقناعات شبه نهائية، شكل آراء ثابتة إلى حد كبير في الحياة، في الأدب، في رسالة الأدب، وبالتالي في مثل عمري تصعب علي البدايات، يصعب علي أن أبحث عن منابر، يصعب علي أن أبحث عن جوائب، مع أنني أعتقد 100% أن ما عهدناه في سالف السنين عندما كانت الجائزة تفتش عن الأديب وتصله من حيث لا يحتسب هو الإجراء الصحيح وهو الأداء الصحيح. الجائزة تفتش عن الأديب، تفتش عنه من خلال مسيرة أعماله أو من خلال عمل لافت مميز. اليوم الناس هي التي تفتش عن المنابر، الشعراء والأدباء، ومعهم حق، أنا لا أدين أحدا، هم الذين يفتشون عن الجوائز، وأنا هذا أمر لا أستطيع، وهذا بعض من تقصيري أمام نفسي. مشاركاتي كانت دائما خجولة، ظللت أعتبر نفسي هاوية، وما تنازلت عن هذا الشغف. أنا هاوية كتابة، هاوية قراءة، قد أمتلك احترافية جيدة أو وفنيات لا بأس بها، لكنني ما زلت في موقع الهاوية. ما يهم لي بالنسبة لي عندما أنشر العمل أن يصل العمل إلى القراء، أن أضع هذا الكتاب في سجل الثقافة العالمي، أن أريح نفسي من عبء الأفكار التي أود أن أناقشها مع الآخرين أو أطلعهم عليها وأشاركهم بها. أما مسار الشهرة، مسارات الانتشار، مسارات الإعلام التي هي مشروعة بالكامل، لكنني أنا التي فشلت في أن أسعى في هذه الطرق وهذه المسارات، وهي أنا عدت من حيث لا أدري إلى العيب الوراثي الذي تحدثت عنه منذ قليل. أنا لم أسعى للجوائز، أعتقد أن العزيزة كان الاتفاق بيني وبين دار النشر ومجموعة من الأصدقاء أن نتقدم بها إلى جائزة البوكر العربية في العام 2020، لكن تعرفون ما حصل وكيف هرولت الناس باتجاه التطبيع، ووقف المثقفون ينتظرون ما سيحصل، ونحن بالنسبة لنا خطنا هو خط الدولة قلبا وقالبا. أعتقد أن في هذه المناسبة أن الدولة السورية أقامت الكثير من المؤسسات والمنشآت والهيئات العاملة على الثقافة والأدب، وهي كفيلة بأن تنصف الكاتب السوري أو الشاعر السوري والمبدع السوري، لكن هل هي أنصفت؟ هل هي فتشت عنه؟ هل هي قالت له أنت تعال يعجبنا قلمك؟ لا أعتقد ذلك. ثمت في هذا الوسط الأدبي أينما كان، هو ليس وسط، هو مجموعة أوساط أدبية، ثمة انغلاق كفيل بأن يشكل عقبة أمام أي كاتب يرغب في الدخول. على الأقل بالنسبة لي أنا لا أستطيع أن أقترب أكثر من ذلك، هذا خطأي أنا وليس خطأ هذه الجهات. كل ما أعمله أن تسعفني الطاقة ويسعفني الوقت في أن أنجز ما هو في بالي. في بالي اليوم مشروع رواية هي الحلم، هي الحلم السوري بأن تعود سوريا كما كانت، ليس قبل الحرب، كما كانت قبل عشرات السنين. فلنقل كل مبدع في هذه البلاد يحمل صليبة، وكل صليب ينوء به حامله،
مهما يكن، إن كان صليب الشعر أم صليب الرواية أم صليب الفن، نحن لم نجزر لثقافة القراءة للأسف في المرحلة التي كان علينا أن نجزر فيها لثقافة القراءة، وانتقلنا مباشرة من الثقافة الشفاهية إلى المرئية المسموعة التي نحن بصددها الآن.